ومعايا اتصال، نستقبل اتصال معايا. مساء الخير، السلام ورحمة الله. ماما مو تعرفيني من الصوت تاعي. ياسين محفوظ. اهلا وصحة فطورك ونورتي الشاشة. يسلمك صديقي واخي. حبينا نفاجئوك وحبينا نقولوا لك ونشكروك يعني كامل طاقم سميرة تي في، ونقولوا لك انك نورتي شاشة سميرة تي في، واحنا سعداء بزاف اللي قدرنا نقدموا للساحة الفنية، وخليني نقول الساحة الإعلامية، مقدمة برامج مثقفة اللي شفناها في برنامج يحمي التراث الجزائري من كل الجوانب، غنات كل الطبوع، لبست كل اللباس التقليدي، وحكات على أغلبية يعني المناطق الجزائرية من خلال المطبخ الجزائري اللي نفتخر به. يعني هذا الاتصال باش نقول لك برك منال أنه احنا فخورين بيك بزاف بزاف بزاف، ومبروك عليك هذا النجاح، وإحنا مبروك علينا احنا يعني انضمامك لطاقم سميرة تي في. يعني هدرت بزاف، هذا يعني الرسالة اللي حبينا نوصلوها لك من الحدلي. أشوف هدرت كلام اللي بزاف قاسني، هو باش نقول لكم بلي هذا المخرج ياسين محفوظ اللي المخرج تاع الفوازير، ما عرفتش شنو نقول لك ياسين، انسان بزاف غالي على قلبي وبزاف بزاف بزاف تعب معايا، والبارح قلت له هذا الكلام وما عليش نعاود نقوله لك ياسين. ياسين انت تعبت اكثر منا كامل، تعبت اكثر مني ومن كامل فريق التصوير وفريق الاعداد اكثر منهم كامل. منال انا والله غير الاتصال تاعي. اسمح لي دقيقه، اسمح لي اللي هبلتك بزاف بزاف في التصوير تاع الفوازير، ماشي تاع المباشر، في الفوازير عملنا شهر ونص وانا معاه، وانا ايام خرجات وعلى عقله مسكين. يسمح لي منال بلغ الاتصال، سمحي لي الاتصال هذا يعني ماشي باش نحكي باسمي الشخصي، وانما كمدير فني للقناه، وهذا باسم كامل طاقم القناه، فهمتيني؟ باش نقول لك يعني احنا فخورين بك، ونعاود نرجع انه وهذه موجهه للجمهور، انه احنا كل خطوه تخطوها قناه سميره تي في تكون مدروسه جدا، لانه على نقدروا نقولوا 10 سنوات وسميره تي في يعني تطل على الجمهور الجزائري، باش نقدروا نقدموا لهم برنامج جديد. والاختيار احنا يعني فريمون ما عناش كما نقولوا الاختيار، رانا فرحانين اللي خيرناك انت لهذا البرنامج اللي نال مع منال. نوجه ثاني تحيه لعيسى بايليش اللي سمى البرنامج. الله يسلمك. سماه نال مع منال. ما نطولش عليك بزاف، نخلي الوقت للمتصلين والمشتركين. راني هكا، راني هكذا، شوفني ياسين كيفاش راني هكا هكا هكا، والله ما عرفت شوف، ما عرفت المشاعر تخلطت لي، ما عرفت نفرح، ما عرفت نحزن، ماشي نحزن، جور جاتني هكا الدمعه، راني نبلع فيها نبلع فيها نبلع فيها باش نخلي الكونسيبت تاع البرنامج انه يكون تاع فرحه. شكرا ياسين، يعطيك الصحه. شكرا لك منال، اخويا نحبك بزاف بزاف. شكرا ثاني الفريق التقني كامل، من الديكور للتقنيين للمخرج الكامل اللي ساهموا في هذا النجاح، والمصممين ثاني. دونك ونقول لك صحه سحورك وصحه سحورك على المشاهدين، ونخلي المتصلين، خليك مع المتصلين منال. شكرا ياسين، شكرا لك، ربي يخليك لينا ولكامل القناه سميره تي في. ما عرفتش شنو نهضر موراه بكل صراحه، والله ما عرفتش شنو نهضر موراه، لانه انسان بزاف بزاف عزيز على قلبي ياسين محفوظ، وهو اللي خرجني معظم كليباتي، هو اللي خرجهم لي، يعني من المخرجين اللي الجزائر تعتز بهم وتفتخر بهم، هو اللي روج للكليب يعني لفكره الكليب في الجزائر. شكرا لك ياسين، ربي يحفظك وربي يحفظ كامل فريق عمل سميرة تي في. ونشكر أيضا السيدة سميرة اللي وضعت فيها هذه الثقة العمياء، أنه ما كانوش على بالهم كيفاش ننشط، ما على بالهمش، يعني كانوا شايفيني كفنانة اللي تغني وتقدر تدير استعراض وتقدر تمثل، لكن في التنشيط الحمد لله بدعوة الخير، بدعوة الخير أنه وفقنا ربي أنه ينجح هذا البرنامج في أول موسم ليه.